أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني محمد عبد الرزاق السواعير. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. لم أكن وحدي، ولكن أنا لست وحدي. لي صديق يعشق السفر الطويل، ولي رفيق غاب في الدهليز وادعني وقال سنلتقي عما قريب في المخيم، حيث نوقد شمعتين بحفل تأبين الكرامة والرجال. أنا لست وحدي، أنا لست وحدي. خلف سور البيت ثمة حارس ثوري يكتب نعي شعب كامل، ويصب قهوته لسيدة ستنجب آخر الشهداء بعد دقيقتين. أنا لست وحدي، في جواري مقعد أسميته باسمي، لأني قد أغادر فجأة، قد كنت أكتب ها هنا شعري وأرسم صورة الوطن الكبير، وقد تلاشى حين مر الموت وامتد النزاع. أنا لست وحدي. قابلتني بابتسامتها فقلت لم التبسم، فاستراحت فوق كرسيي وقالت سوف تعشقني وتمضي، ثم تكتب لي مقالا في الفراق، وإن رجعت ستشتكي فقدي، فكن حرا وكن ما شئت في هذا المساء. أنا لست وحدي. من دمي يتشكل المطر الغزير، وفي الحقول يصير في أيلول ماء. أنا لست وحدي، فاتركيني كي يجيء الفصل أجمل. أنا لست وحدي، فاتركيني كي يجيء الفصل أجمل، قد تعبت من الرحيل وأنت أتعبك البقاء. أنا لست وحدي. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا مكي النزال، شاعر وروائي عراقي، وهذا كتابي بوم الخشب، رواية في جزئها الأول. الرواية تحكي قصة العراق في 100 سنة، كما تحتوي على فصول حول أحداث محددة في العراق، وعن دوائر كدائرة المخابرات، جهاز المخابرات العراقي، وبعض الأمور عن الجيش العراقي، وفيها ما لم يقرأه القارئ قبل قراءة هذه الرواية. سبرت أغوار الوضع وألقيت الضوء على أحداث عديدة، كما كتبت قصص أشخاص عديدين هم أبطال الرواية، والرواية فيها من الواقع الكثير، وفيها من الخيال والأحداث السردية التي تكون ضرورية في الرواية. أرجو أن يكون هذا الكتاب كافيا لقارئه في معرفة ما حصل في العراق، ولا سيما الحروب والحصار والأحداث الجسام برؤية مختلفة، وأرجو لكم قراءة ممتعة مع هذا الكتاب. الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين، وقدموا لنا نماذج جميلة، كانت له مساحة جميلة أيضا في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أعزائي.
المشاهدين. الآن في عنا المتدربين ومحبي الخط مشكلة في الأدوات، يعني دائما أدوات الخط هي يعني الهاجس عند الخطاطين. الآن نتعرف على بعض الأدوات، يعني ممكن من يكون منها جاهز وممكن من يجهزه نحن بأنفسنا. عندنا القصب وهو أنواع، في عندنا اللي هو البامبو، وفي عندنا قصب مستورد الإندونيسي هندام، في عندنا أنواع قصب إيراني، أنواع من القصب كثيرة. ولكن الآن أنا ما حصلت القصب، الآن أنا في بعض مراحل يعني كنت يعني أكتب فيها فلا أجد مثلا القصب. عندي أعواد الأكل الصينية، قمت بنحتها من الجهتين وإن شاء الله ننحت قصبة، نحتها من الجهتين وقطيتها بالمقط وكتبت فيها بكل أريحية وكانت كتابة جميلة. يعني هذه الأعواد الصينية تقط من الجهتين وتكتب بها بكل يعني انسيابية وجمال. فهذه من احد الخيارات بالنسبة للمبتدئين او من لا يجدون الادوات. هذه مثلا بلاستيك اكريليك، نفس العملية استخدمت فيها. الان هذه ايضا جزء من اي قطعة خشب واستخدمت، يعني فعاليتها تكمن في أنها يعني تشبه أو يعني تقترب من تفاصيل البامبو، وهو أصلاً هو خشب يعني في النهاية. الآن هذا قلم عادي يباع في السوق، هو قلم حبر طبيعي، وهذا جزء صغير جداً من القصبة، يعني هو قطعة صغيرة من القصبة بإمكاننا نحتها، وإن شاء الله نأخذ يعني كيفية النحت ونضعها على هذا المقبض فتصبح قلم جميل أيضا أستطيع أن أكتب به أيضا بكل سلاسة، وهو قلم جميل لأنه أصله يعني أصله بامبو، يعني أصله القصب الذي أنا أريده، ونظافة في الكتابة يعني رائع صراحة. هذا خيار من الخيارات أيضا التي يمكن أن أعتمد فيها، وطبعا في السوق الآن موجود في الكثير من الأنواع من القصب. الآن كيفية نحت القصب، كيفية نحت القصب، أنا أحتاج إلى القصبة، أحتاج إلى كتر أو مشرط أو سكين يعني بأي نوع من الأنواع، وبكل بساطة أثبت القصبة في مكان معين ثم أبدأ على بعد إبهام يعني تقريبا 4 أو 5 سنتي، أفتح القصبة اللي هي عملية الأولى، عملية فتح القصب. يعني طبعا إذا كانت نوعية القصب ممتازة، الآن هذا من النوعيات الممتازة فهو صلب جدا، نفتح إلى يعني هذه عملية الفتح. الآن إلى متى أقف؟ أقف في فتح القصبة إلى مرحلة شحمة القصبة، وهي الجزء الآخر من القصبة، الجزء المستقيم، يعني أن تكون القصبة وصلت إلى شحمتها، يعني أزلت الجوانب ومحيط القصبة أزلته ثم وصلت إلى الجزء اللي هو يعني المستقيم، صارت هناك استقامة. الآن بعد ما أوصل لهذه المرحلة أستطيع أن أقص عن طريق المقط هذا الجزء، يعني وهو يعني صراحة قوي وصلب هذه القصبة، يعني أحررها هذه القطعة فأصبح عندنا هذا الشكل. الآن أستمر في هي غيرت الأداء حتى يعني لا مشكلة في الأداء، المهم النتيجة. الآن وصلت إلى الشحمة، هذه تسمى شحمة القصبة. الآن عندما أصل لشحمة القصبة من الجنبين بتناظر يعني يكون هناك تناظر في القط، أحدد سماكة
الكتابة إيه القصبة. يعني أنا بدي 2 ميلي، بدي 1 ميلي، فأحددها عن طريق الجوانب، ثم بعد ذلك حددتها. الآن أقط بميل، الميل يعني عدة يعني عدة آراء فيه، وميل حسب الخط، وميل حسب راحة اليد. أنا أعتقد أن راحة اليد هي الأساس في ذلك، يعني هناك زاوية للخط، ولكن الزاوية أيضا يتحكم فيها ميل الطاولة التي أمامك وراحة يدك. وهذه آخر خطوة، وهي هذه خطوة اللي هي القط النهائية، قط رأس القصبة. تحتاج إلى قوة وتسمع صوتها. الآن أصبحت جاهزة. نستطيع أن نستخدم صنفرة، ورق الحف، لأيضا تنعيم هذه يعني القصبة، وثم نجرب الكتابة. بحاجة إلى تنعيم أيضا، ونعمها ثم أكتب. يعني هذه هي النتيجة. طبعا أنا ممكن أهتم بها أكثر وأعملها أكثر، وأنت كذلك تستطيع أن تعمل قصبتك بيدك، وهذا أفضل، لأن أنت تعرف، يعني أنت كخطاط تعرف راحة يدك وتعرف ما هو الذي يناسبك. شكرا جزيلا. أهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني محمد عبد الرزاق السواعير، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك سلام محمد. أهلا وسهلا وسهلا ضيفا على فضاءات وعلى رافدين. بارك الله فيك، كل الشكر والتقدير لك أخي أستاذ محمد على الاستضافة للمرة الثانية. هي حياك الله. الله يسعدنا يسعدنا يسعدنا. مرحبا بك أستاذ محمد. من خلال متابعتي لمسيرتك الأدبية، يعني لاحظت أن لديك رصيدا كبيرا من الشعر، لكن لم تصدر إلا ديوان واحد، وهو تأهوهات المسافر عام 2015. نعم. فلماذا لا تطلق صراح ما عندك من قصائد للطباعة؟ والله أخي محمد حقيقة صحيح، يعني مفروض أنه أول ديوان صدر إلي قبل ذلك بكثير، قبل نعم. 2015 حقيقة. وأول مبادرة كانت لي عام 1988. لكن خلني أقول لك، ربما ظروف قاهرة أيامها، جوز ربما كان الظرف المادي أيامها كان حائل دون ذلك، وكانت يعني طرق النشر في تلك الفترة أكثر، خلني أقول، تعقيدا وأكثر مراقبة. حقيقة يعني هو تقاعس وتكاسل فقط لا غير حقيقة. يعني الآن حتى لو أصر أو مثلا الشاعر أن يصدر أي ديوان بهذا، يعني حتى التكلفة لم تكن بذات أهمية كبيرة جدا، يعني لو أصدر له 500 نسخة من كل ديوان لكان أكثر. حقيقة أنا عندي يعني ما ينوف من القصائد، خلني أقول المخطوطة، ما ينوف على أكثر من 10 دواوين صدقني. لكن لاحظت من خلال من خلال تواصلي معك، من خلال مشاركتنا بفعاليات شعرية مشتركة، يعني أرى عندك كثير من القصائد لم تطبع في هذا الديوان خارج خارج يعني هذا الديوان. ما طبع في هذا الديوان 200 صفحة. واللي عندي خلنا أقول لك نسبة بعد طباعته أكثر من 5 دواوين يساوي هذا. يا سيدي إن شاء الله في المرة القادمة، في المرات القادمة إن شاء الله يعني نحاول، شايف إن شاء الله بالتوفيق 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 إن شاء الله يا سيدي. لأن حقيقة استغربت إنه أنا أعرف، يعني كما قلت من خلال متابعتي، من خلال تواصلي مع حضرتك، من خلال مشاركاتنا في مهرجانات وأمسيات شعرية، إنه لديك رصيد كبير من القصائد. فحقيقة استغربت لماذا إنه لم تطبع ديوان آخر، مع إنه يعني مضى على الأمة مشغولة مع آخر ديوان أو الديوان الأول. والله الأمة مشغولة سيد محمد، وليس مشغولة يعني يعني مرات يصير هم الأمة هم الوطن الأوضاع المحيطة كذا، مرات النفسية النفسية شيء يعني غير قابلة. هذا تعرف سيد محمد، هذا التوثيق والحفاظ على على القصائد، على هذا النتاج موثقة مخطوطة، لأنه أنا لاحظت حضرتك ما زلت أنه تحتفظ بها بخط اليد. نعم.
نعم لم تطبعها حتى على آلة كاتبة أو على حاسوب. نعم. وتعرف نعم. هذا ممكن لا قدر الله أنه يضيع هذه المفكرة، تضيع الدفاتر، صح. تمزق يعني صحيح صحيح يعني ممكن تعرض للاندثار. صحيح. يعني ملاحظة أخرى حقيقة، أجدك حريصا على الالتزام بنمط القصيدة العربية المقفات، يعني هذا الالتزام هل يحمل دلالات معينة؟ يا سيدي أنا بالنسبة لي الشعر هو الشعر. نعم. سواء قصيدة عمودية أو قصيدة شعر حر. نعم. يعني كلاهما، ما الذي يميز الشعر عن النثر؟ نعم. الموسيقى الشعرية. إذا كان خلاف ذلك فليقل لي. نعم. يعني أصحاب قصيدة النثر أو نعم. ما شابه ذلك أو ما يسمونه، طبعا يسمونه أنا خلاف معهم. يعني لا يمكن أن أسمي الشعر نثر. نعم. أو أسمي النثر شعر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال. الشعر له مجالاته والنثر له مجالاته. نعم. فكم أبدع كاتب، شايف أحمد أمين العقاد، أبدعوا ككتاب. نعم. شوقي، حافظ، إبراهيم، نزار قباني، يعني أبدعوا كشعراء. نعم. شايف، ولا يقل النثر جودة عن الشعر. نعم. عند المبدعين. فيعني يقحموا قصيدة النثر أنه قصيدة النثر، ما في شيء اسمه قصيدة النثر برأيي. وبالتالي أنا صحيح لست ملتزما فقط يعني لست ملتزما إلى حد كبير بالقصيدة العمودية، وإنما كتبت قصائد الشعر الحر، عدة قصائد. تقصد قصيدة التفعيلة؟ بس أقل الحر، تقصد التفعيلة. التفعيلة. نعم. قصيدة نعم. التفعيلة. التفعيلة أشعرها. نعم. قصيدة النثر هذه ليست واردة عندي. قصيدة التفعيلة كتبت يعني في قصائد كثيرة جدا، وهي يعني كمان لا تقل جودة عن قصائدي الثانية. نعم. لكن يعني ما معروف إنه إحنا نخشنا وقصائدنا يعني حتى تعطي الانطباع وتعطي شايف السلاسة. وأنت تعرف أخي محمد يعني من شعراء أنا، سواء المحدثين أو الشعراء المعاصرين أو الشعراء العصور الإسلامية والعصر الجاهلي. نعم. حتى في الأردن عندنا وفي العراق وكذا في بداية القرن العشرين كان الأميون يطربون للشعر العمودي والشعر الفصيح، وما يزال إذا وما زال يطربون يعني إذا لم، خلني أقول لك، إذا لم يعني تستسيغه العامة. نعم. تطرب له ليس بشعر. أكيد الإيقاع الموسيقي يطرب النفوس. صح. لا شك. نعم. وينعش القلوب. نعم. لذلك الذائقة العربية حريصة على هذا. أحسنت. على الموسيقى. يعني أفهم من ذلك أنك أنت ضد النص النثري الذي يسمى قصيدة النثر. طبعًا طبعًا. نعم. يعني أنا لا يمكن أن أسميه يعني أنت ضد، ذكر بعض الدكاترة أنت ضد النص نفسه أم ضد التجنيس؟ لا، خلنا أقول لك هناك في خاطرة، ضد العنوان، هناك مقالة. نعم. هناك نص أدبي يعني يبدع فيه، هناك قصة قصيرة. يعني حتى أحد، ما بدي أذكر اسمه، أحد الدكاترة عندنا هنا. نعم. الله في عمره يجوز في التسعينات الآن، وهو دكتور بالتربية ودكتور كذا، فقال أنا ما أقرأ هذا، قرأته مرة لا أسسغته شعرا ولا نثرا. فيعم يسموه شعثر، هذا لو شعر ولا نثر. والله أحد الدكاترة عنده بالجامعة الأردنية. ماذا يسميه؟ شعثر. قال، فقال يعمل له شعر ولا نثر. أنا ما فهمته. قال أنا يعني أحمل درجة البكالوريوس والماجس والدكتوراه من الأربعينات ومن الخمسينات، اللي أقرأ هذا يقول عنه قصيدة نثر، هذا مو شعر. يا أخوان إذا أنتم يعني فاهمينه فهمونية. فقال يا عم يسموه شعثر، على كل خليه يكون يعني هذا خليط بين هذا. إذا النص يسموه شعثرة. يعني أيضا هناك حقيقة خط أنت ملتزم فيه، خط آخر غير موضوع التزام القصيدة المقفات، هي التزامك بالقصيدة الوطنية. يعني في كل أغلب الفعاليات التي حضرناها دائما أشعر أنك تؤثر قراءة قصائد الوطن ولا تخرج عن هذا الخط في الغالب. أنا لم أسمع منك صحيح. لونا صحيح. آخر صحيح. لا والله شوف، أنا كتبت في يعني في كافة الألوان، يعني سواء الشعر الوطني أو خلني أقول لك يعني حتى شعر الرثاء، حتى نعم. شعر الغزل، يعني أنا كتبت في عدة مجالات. لكن يعني يعني الشعر إذا لم يعبر عن نبض الشارع، نعم. وعن ضمير الأمة، شايف، وعن ولم يدافع عن المستضعفين، ولم يدافع عن 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 حقوق الناس، لماذا هو الشعر حقيقة؟ يعني تكره في بعض مهرجانات وبعض لقاءات وهذا، ولكن يعني ناس عندهم يعني يقولوا يعني يتكلمون الشعر، شايف، ولا يعرفون معناه ولا يطبقون أي شيء، أي بذرة وطنية أو أي بذرة كذا كذا. نعم. فيا سيدي والله هو يعني التزام، خلني أقول لك مبدأ أخلاقي، هذا لا يعني أنني أتنصل من مجالات شايف أو أغراض الشعر الأخرى، لا بالعكس. إذا كتبت في الألوان الأخرى؟ كتبت. نعم، كتبت في الرثاء، وكتبت في الغزل، وكتبت طبعا، وهناك طبعا أشخاص شايف يعني لهم بصمات في تاريخ الوطن، شايف، كوصفي وهزاع البجالي
وماجد العدوان وصيد الشوان. نعم. شايف يعني كانوا شايف لهم أثر. كتبت لهم قصائد رثاء. لا يعني مي رثاء هم هذول أحياء. نعم. هذول أحياء لأنهم أحياء في النفوس أنهم رجال حقيقة لم يساوموا. رحمة ماجد الله. ماجد العدوان لم يساوم شايف دعاه. نعم. هربر صموئيل عام 1918 للتوقيع على وطن قومي لليهود ورفض. وكان لا يتجاوز 20 عمره. قالوا نعمل لك إمارة. باسم. نعم. باسمك شايف بحض رفض. كان شيخ العدوان. نعم ماجد العدوان. نعم. توفي بال 46 طبعا. نعم. يعني شايف توفي وجود شاب 48 سنة. نعم. بال 1918 دعاه هربة المندوب السامي اللي يسمونه المدوسة على فلسطين الأيام. أنا قدموا له إغراءات أنه ممكن أن يكون زعيم او امير. طبعا او كان زعيم قبيله 70 قبيله الشيخ مشايخ البلقاء. نعم. ومنطقه البلقاء تعرف يعني بالاردن شايف. فكان. نعم. زعيم قبيله يعني وكان له تاثير. فحتى طبعا كان نائب المجلس التشريعي. نعم. لمده 5 دورات طبعا. وتوفي شايف كان جلاله الملك عبد الله الاول. نعم. عنده الغداء وتوفي بنفس اليوم الغداء 46. سبحان شوف الله. قديش يعني حتى الملك يا شايف سو دفن بالمقابر الملكيه. سبحان فماجد الله. ماجد يعني كان رجال. فحقيقه انا لما امجد مثل العرار طبعا شاعر الأردن الكبير او وصفي او ماجد العدوان او سائل الشوان شايد او عبد الله التل يعني هناك شخصيات او حابس المجالي وكلهم هذول تقريبا يعني في كثير شايف. نعم. من القصائد تركوا اثرا كبيرا. نعم في تاريخ طبعاً هذا البلد. نعم. جميل. من قصائدك المشهوره قصيده فتى القسام تقول فيها لملم جراحك يا فتى القسام وارفع لواء المجد والاقدام. يعني انتقد فيه خلال القصيدة في القصيدة انتقد فيه الوضع العربي بقسوة. ألا تخشى أو تحذر أن تتعرض للمساءلة أو للمضايقة أو للحرج؟ يسيلي هو شوف الشعر مثل ما قلت لك يعني إحساس والشعر يعبر عما يعني يختلف في النفس. نعم. أنا لا أسيء لأحد في شعري. نعم. وما يسمونه خطوط حمراء بالنسبة إلي أنا لا أتعدها. أنا لا يعني أنا بالناس يعني أنتقد سياسات ولا انتقد افراد. نعم. ولا انتقد فلان او فلان. انا لما مثلا لما ودي انتقد زي ما تقول حاله معينه هي حاله سياسيه نقد ولا. نعم. علاقه لي بالاشخاص لا من. نعم. قريب ولا من بعد يعني سواء رؤساء او او او, أو وزراء. بعض الانظمه العربيه ما تقبل حتى لكن بعض الانظمه العربيه ما تقبل حتى عندما تنتقد حاله عامه. نعم. حتى عندما تنتقد الفقر. نعم. يزعلوا. لا لا بالعكس يعني كمان حتى يعني ارى يعني صدقني استاذ محمد يعني عندنا هامش حريه بالاردن الحقيقه والله انه سقفه ممتاز. نعم. وسقفه شايف يعني لا تاخذي بالكلام يعني في ثوابت. نعم. وطنيه الواحد ما يتعداها. لكن مرات احنا ننتقد سياسات احنا. نعم. ننتقد اي وزير اي مسؤول ننتقده شايف ننتقده. الوضع الان بالعالم العربي قابل. نعم. للانتقاد وانت تعرف يعني وضع متازم ووضع خلني اقول لك غير. فعلا. مقبول الان وضعنا كامه. نعم. اسلاميه شايف. نعم. امه عربيه جذورها الاسلام. من 100 سنه من ضياع الخلافه الأمة ممزقة. فعلا. من عصر الاستعمار للعصر اللي احنا نشوفه يعني من قرأنا في خلال هذا القرن. فيا سيدي شايف أنا والله لا أخشى في الحق لو مثلا أقول قصائدي وأنا والله لم أسأل يوما ما. نعم. يعني لا بعض الأمور بسيطة جدا سؤلت عنها لم أسأل يعني أني أنا قلت لك أنا لا أتعدى شايف الثوابت الوطنية. نعم. ولا أتعدى شايف يعني نبض الشارع ولا أتعدى أني أعبر. نعم. عن ضمير الشعب أو ضمير الأمة أو واقع أو أني أرسم أو أبين واقعنا المتأزم. فقط لا غير يعني. جيد. القصيدة أخرى هي بيت حانون. يعني. نعم. بيت حانون هذه البلدة. نعم. التي تقع شمال غزة نالت نصيبا من قوافيك إذ تقول فيها. نعم. بيت حانون أي بيت تسامى فوقه المجد واستطاب مقامة. نعم. قصيدة جميلة وأيضا تعبر عن ضمير الأمة وتحمل فيها هموم هذا الوطن الجريح الجرح المزمن جرح فلسطين لكل إنسان عربي ومسلم حر. في القصيدة تمجيد المقاومة وتحريض على القتال والجهاد ضد الاحتلال الصهيوني. يعني قد يتهمونك أنك تدعم الإرهاب فماذا أنت قائل؟ يا سيدي هو مرات حتى الفيسبوك يشطب قصائد إلي. نعم. شايف إذا كانت تطرق لليهود أو تطرق للمحتل أو. نعم. شطبوا آخر إلي قصيدة قبل فترة. في رثاء الشهيد إسماعيل هنية. على كل يا سيدي ما يسمونه الإرهاب رحمة الله عليه ألم يسمعوا قول الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إيه؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. عدوكم. هذا الإرهاب
مصطلح في آخر التسعينات أو أول القرن الواحد والعشرين شايف يعني استحدثه وألصقوه بالإسلام. نعم. الإسلام ليس مرهبا، الإسلام صدقني عدل. صدقني هم ينطلقون من هذا من هذا النص القرآني. لا بس ترهبون بي عدو الله وعدوه. نعم. هم عارفين نفسهم عدو الله وعدونا. نعم. فقصيدة جميلة، ويعني البعض أو بعض الشعراء حقيقة يتهيب ويحضر ويحاول أحيانا يعني يوغل في الرمزية حتى يتجنب، بس أنت ما شاء الله عليك أنه بل على قولة الشاميين دغري. جميل، مدي أن نسمع مقطعا من القصيدة دام. يا سيدي، بيت حانون أي بيت تسامى فوقه المجد واستطاب مقاما، بيت حانون واشبعيهم صمودا مثلما العرب أشبعوك كلاما. فعلهم قول ليس في القول فعل، فأدانوا مسيرة واعتصاما، كلما فك عن ثراك حصار جرد الباغي للحصار حساما. فأعيدي إلى الجحور غزاة وانس فيهم في كل شبر حزاما، ليس من فيك يردخون لضيم، إنما الصيد يسحقون اللئاما. جبناء المحتل لاذوا فرارا، فاجعل النور في العيون ظلاما، كبري غزة الأسود فإن في جميع الظروف صرنا نعاما، ولكل الأعداء صرنا عبيدا بعد أن كنا في الزمان عظاما. وبذل نغوص فوق هوان، واعتلينا بالسيف يوما سناما، أرجعتنا وللوراء قرونا، خطب أضحت للنظام نظاما، كلما يصحو من سبات نيام نوموا فوقهم فزادوا نياما، فعميل الرومان قد صار شيخا وعميل اليهود صار إماما. الله، أحسنت أحسنت أحسنت. يعني حضرتك تناولت بالقصيدة الحزام الناسف، وهو أن يضحي الإنسان بروحه من أجل قيم سامية عليا، يعني إلى عقود قريبة كان هناك الفدائيون. نعم. يعني هذه كثير من العمليات يعني تابعناها كانت عمليات استشهادية، وكان يسمى الفدائي. الآن لماذا الإعلام، حتى الإعلام العربي للأسف، أنه يتناول هذا الجانب ويطلق على من يقوم بهذا العمل وهو يدافع عن وطن وعن دين وعن قيم وعن مروءة وعن كرامة، يسمى انتحاري. سأسمع إجابتك بعد الفاصل، معذرة بعد الفاصل نسمع الإجابة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر الأردني محمد عبد الرزاق السواعير. عاود إليك أستاذ محمد، كنت سألتك عن الفدائيين وعن الاستشهاديين. يعني كان الإعلام العربي كله حتى الإعلام الرسمي كان يسمي من يقوم بهذا العمل يسمى فدائي. الآن أغلب الإعلام الآن العربي للأسف يسميه انتحاري. يا سيدي شوف، هذه تسمية أنا يعني لا أجيزها مطلقا شيء. نعم. يعني ما انتحاري بمعنى انتحاري. الآن أنا ما قصدته في البيت الذي ورد في القصيدة، قصدت أي وسيلة متاحة لمحاربة العدو. نعم. يعني الآن لاحظ مثلا، شوف في غزة، شوف الطرق اللي عندهم، شايف عدوان وإجرام. نعم. وإبادة إبادة جماعية. نعم. برضو كمان بجنوب لبنان كمان شوف المقاومة. نعم. الآن أنا شو يتوفر لهم، شايف كانت يعني الأمور الاستشهادية كانت أحد، قبل لم يكن فيديهم تقول وسائل. نعم. أحد الأسلحة، أو أسلحة تقليدية. نعم. كانت أحد الوسائل شايف للمقاومة. نعم. أنا ما قصدت أنه والله كل العمليات أنه تعال روح زي تقول في أي وقت أو كذا فجر نفسك أو كذا، لا. نعم. المعنى أنه مرات أنا مثلا مضطر، شايف أني مثلا أفك حصار، أو مضطر أني مثلا أقاتل أو أدافع عن كذي، ما الذي يمنح؟ لأنه يعني وليتخذ منكم شهداء، يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم. يعني هذا أصلا في دستورنا وفي شرعنا، ودك تقاتل، ومن قاتل عن عقيدة وعن إرادة سينتصر حتما. آمين. وتاريخنا مليء، وتاريخ الإسلامي مليء. لاحظ في معاركنا،
لاحظ معركة مؤتة الخاردة عندنا. نعم. تصور. نعم. تصور 3000 مقاتل مقابل 200,000 كان الجند المسلم أمامه 70. نعم. هل تعلم أنه المعركة 6 أيام واستشهد فيها 8 وناس قالوا 12 أحد العلماء ومن ضمنهم الثلاثة القادة. نعم. وقتلوا 3600 من الروم. شوف كده القتال عن عقيدة. نعم. شايف؟ فيا سيدي الآن أنا ما قصدته شايف إن المقاومة وأدعو أنا أقسم بالله يا رجل إنه لو فتحوا باب الجهاد. نعم. شايف إنه لا تأتي الحشود شايف بالبنادق وبكل وسيلة شايف والله لن يصمد المحتل أسبوع. نعم. فقط يعني هذا جوابي أنا ما في انتحاري. جميل. نعم. يعني أحياناً أجد في قصائدك وقصائد بعض الشعراء هناك نقد لاذع يعني للأمة. أنا أقول ما ذنب الأمة يعني أن تؤخذ بخطايا نفر ضال من أبنائها. يعني أحيانا نسمع بعض الشعراء يعني يسب العرب أو يلعن العرب أو ينعن. طيب هناك نفر ضال لا شك في ضمن هذه الأمة، لماذا تؤخذ الأمة كلها بجريرة هؤلاء؟ يا سيدي أرد عليك شعريا 4-5 أبيات أرد عليك طبقا، وقبل ما أرد شعريا أقول لك الأمة هي مصدر السلطات. نعم. الأمة. أنا ما أسب الأمة ولا عمري سبيت، لكن أنا استنهض الهمة بالأمة. أنا أنقذ الأمة أنقذها لأن الأمة نائبة. شايف؟ ومثل ما قالت سيئة الذكر جولدا مائير رئيس الوزراء إسرائيل بال 67 حينما قالت يعني حين حرق المسجد الأقصى ب 69. نعم. قالت لم أنم تلك الليلة قلت سيدخل العرب شايف والمسلمين حشود. حشود. نعم. فصحوت فجرا فقلت أن الهمة أنها هذه الأمة نائمة. فلا تحتفلوا بالنصر، هذه الأمة قاتلت 1000 سنة وخسرت 1000 معركة وما زالت تقاتل. نعم. فيا سيدي أنا أقول رد أقول رأيتك والأقلام بين دفاتري فأشعلت يا ابن الأكرمين خواطري. إليك فتى الأردن جمر قصيدة ستحرق من باعوا بأمس يا حاضري، كفرت بشرع المالكين أمورنا وإني بحب البيت لست بكافري. إذا غرد الشعر الأبي بمحفل فأنت محطات لكل مسافري، عبرت بحارا والقصائد مركبي وهمت ببحر من بحورك هادري، أقاموا بأرضي واستحلوا منازلي وصفوا من الصيف الجميل بيادري. فلم يبق قمح في ديار أعزة ولم يبق هيشي كي ألف سجائري، بقلبي هوى الأردن منذ وجوده وسأظل لهذا العشق غير مكابري. يبدو العمر إلى وحكام. أنت كنت تحفظ القصيدة وتقرأها ما زلت شباب سنة يعني 42 يعني دائما في كل نشاطات التي حضرناها معا كنت تقرأ بلا ورق يعني. شوف بقلبي هو الأردني منذ وجوده وأبقى لهذا العشق غير مكابري. جميل جميل جميل. أحسنت أحسنت أحسنت. علمت أنك كلفت في الفترة القريبة بالتحكيم لجوائز المسابقات الشعرية ضمن لجان شكلت لهذا الغرض، لا سيما جائزة الشاعر الأردني حبيب زيودي. يعني بدي أن بداية قبل أن نتحدث عن الجائزة وعن التفاصيل العميقة لمعايير التحكيم، من هو حبيب الزيودي؟ أول شيء حبيب الزيودي رحمه الله صديق عزيز، هو شاعر أردني حقيقة يعني رحمة الله عليه، عاش بعمر عرار. الشعراء لا يعمرون. نعم سبحان الله. يعني حبيب مواليد 63 وتوفى ب 2012 49 سنة عرار 50 سنة. نعم. فوالله يا أستاذ محمد هاتفني الأستاذ حبيب قبل أسبوع من وفاته. التلفون أنا وياه. حبيب يعني رمز شايف، ويعني كان له مدرسة خاصة حقيقة في الشعر الأردني، ويعني طبعا يعني تفتحت شاعريته شايف ويعني وغطت سبب تقول اللون الأردني. نعم. من الألفين خلينا نقول آخر 10 سنوات من عمره. نعم. آخر 10-15 يعني كان طبعا شاعر معروف بالتسعينات وكذا، لكن إيش قصائده شايف، واتجه أيضا إلى القصائد الغنائية باللهجة المحلية. نعم. شايف ولاقت طبعا رواجا شايف كقصائده على وصفي يمهدبات الهدب وناي الراعي وقصائد وصف التلت يعني تقصد وصف التلت رئيس وزراء الأردن الذي اغتيل عام 70 في القاهرة. نعم نعم نعم. فحبيب يعني حقيقة تكريما له أقامت أمانة عمان جائزة. نعم. هذه الدورة الرابعة جائزة باسمه باسم حبيب الزيودي، تحمل اسم حبيب الزيودي. نعم. لأفضل ديوان شعر. نعم. طبعا يفوز 3 شعراء أو 3 دواوين، تفوز 3 دواوين شايف
إذن يقدم ديوان شعر للجائزة وليس قصيدة. ديوان لا هي أكثر من يعني أحكي لك شوف روحها. نعم. طبعا لأفضل ثلاث دوية شعرية. نعم. ولأفضل ثلاث قصائد شعرية فصيحة. ولأفضل ثلاث قصائد نبطية. ولأفضل قصيدة من الوافدين العرب في الأردن. فصيحة. نعم. فيعني ثلاثة بثلاثة بثلاثة. نعم. بقصيدة واحدة. نعم. فحقيقة يعني حقيقة أنا يعني تشرفت هذا العام أن أكون من ضمن شايف اللجنة شايف المشكلة طبعا بقرار من أمانة عمان. نعم. برئاسة طبعا معالي الأخ الدكتور صبر ربيحات وعضوية طبعا في الدكتور عماد ضمور. نعم. والدكتورة ريما المعايطة والأستاذ الشاعر عبد القادر الحنيطي وأنا شايف كنا أعضاء في هذه اللجنة. وحقيقة يعني بذل جهد والحمد لله وكانت الرؤى والاستطلاعات شايف والتقييم كان صدقني متطابقا الى حد 85% فما فوق يعني اختلفنا في وجهات النظر قريب جدا شايف. نعم. فحطينا معايير طبعا 10 معايير شايف. نعم. ويعني من ضمنها طبعا تعرف الوزن العنوان العاطفه الخيال الموسيقى يعني تعرف كامل. نعم. يعني مضمون القصيده كذا حوالي 10 بنود وكل واحد يحط علامه طبعا كل واحد ياخذ الدواوين. نعم. معه وياخذ القصائد معه وطبعا جينا بهذا طبعا برئاسه الدكتور صبري وجينا سبحان الله مثلا تلقى مثلا محمد الدواوين بدايه نتحدث عن الدواوين. الدواوين. نعم. الديوان يشترط انه يكون صادر حديثا ام طبعا مخطوطة. هو شوف الشغلتين حطوهم بالنسبه للدواوين. نعم. من 20 لل 24 2020 ل 24 خلي. نعم. طبعا جانا 25 ديوان تقريبا. نعم. بالنسبه للقصائد الفصيحه حط العمر انه اقل من 40. نعم. اقل من 40 الفصيحه بينما النبطي خلوه مفتوح. نعم. والوافدين العرب مفتوح بس. نعم. العمر بالقصيده الفصيحه والدواوين من 2020 لانه يقول لك اذا بدنا نفتح المجال. نعم. ربما انه تكون زي ما تقول عندنا كثير تكون كم كثير فهم يعني كانه تشجيع لجيل الشباب. بالدواوين ليس هناك اشتراط للعمر لعمر الشاعر؟ لا ما في اشتراط. طيب ما في اشتراط. والقصائد؟ القصائد في اشتراط الفصيحه ما يتعدى 40. نعم. سنة. طبعا كل لجنه كل عام كل لجنه هي معايير. نعم. انا والله حقيقه مع احترامي للجنه كنت ضد العمر في. نعم. اي زمان وضد انه الديوان ما تقول بس بالفتره هذه بس يعني ما تعرف يعني كنا يعني نحتكم الى يعني راي الجماعه حتى يقللون الزخم. نعم نعم. وحقيقه هو ب 28 الشهر. نعم. ندعوك استاذ محمد. نعم. للاحتفال الساعه 11 مركز الحسين الثقافي أنا أمانة عمان. لي الشرف لي الشرف ساعة يوم. نعم. 28 لأنه إيش طابقناها في يوم وفاة حبيب بإذن الله بإذن يعني الإعلان. نعم. عن الجائزة وطبعا الاحتفال في أنا أدعوك بس في أي مكان راح يكون الاحتفال؟ مركز الحسين الثقافي. نعم. أمانة عمان عرس العين في أمانة عمان. نعم. نعم. بالتوفيق إن شاء الله. نوعية الشعر هل يشترط يعني يكون وطني مثلا أو لا لا ما اشترط لا ما اشترط لا ما في مشترط. نعم. يعني كانوا يحطوا بعض المعايير إنه مثلا يعني تحاكي ما حاكي حبيبي قلنا لا يعني بالقصيدة قصيدة القصائد. نعم. خالدة شايف بخلود الزمان والشعر المقفى الشعر الموزون فقط. أنا شوف خلنا أقول لك يعني هو كان في قصائد حقيقة يعني في دواوين شعر منثور أنا بالنسبة لي ما قيمتها. نعم. أنا قلت يعني أنا شعر منثور ما قيمته يعني واحترموا اللجنة يعني حقيقة يعني وجهة نظري ثلاثة أربع دوين من 25. نعم. أنا قيمت الموزون يعني هذا قيموه بس حقيقة ما فاز منها شيء متقصية يعني كمان فقط يعني كان فوز الأصحاب أقول لك يعني ما فاز يعني أنا واثق إنه ما يفوزن. نعم. يعني شايف. نعم. يعني هم اعتبروهن شعر. نعم. بعض يعني أعضاء من اللجنة واحترمنا وجهة نظر تعرف أنا يعني إحنا مرجعيتنا زي يعني. نعم. إحنا فريق. نعم. شايف قابل أي قرار كنا قابل للتصويت. يعني حضرتك يعني تقيم الشعر الفصيح المقفى. أنا قيمت الشعر الفصيح عبد. هل أيضا أنتم تشاركون في تقييم الشعر النبطي؟ نعم. شاركنا كنا اللجنة بالشعر طبعا الشعر النبطي إذا تعرف أستاذ محمد ترى له موسيقى كموسيقى الشعر. أكيد طبعا. له موسيقى تعرف وتعرف الشاعر عبد القادر الحنيطي طبعا شاعر نبطي هو. معروف. وأنا إلي طبعا كتبت طبعا الشعر النبطي وطبعا والدكاترة طبعا من خلال الموسيقى وحقيقة يعني جزء القصائد اللي فازت الثلاثة تطابق. نعم. أكثر من 90%. نعم. إن حقيقة يعني كان 10-12 قصيدة جوز اللي يجن بس. نعم. النبطي فيعني حقيقة اللي فازن حقيقة كانت رؤية يعني يعني فازن اللي رشحناه نحن سبحان الله. علما بأنه كل واحد يعني قيم لحاله بيته شايف وحط علامات لحاله. جميل. بس يوم يعني هناك شعراء حقيقة أردنيين كبار معروفين ومعروف لهم صدى و نعم. يعني أثر كبير في المسيرة الأدبية الأردنية. لماذا فقط حبيب الزودي الذي خص بهذه الجائزة؟ يعني هناك حرار مثلا. نعم. هناك تيسير سبول. نعم. يعني هذول يعني لهم أثر كبير في والله في والله, والله والله سؤال وجيه شايف لماذا حقيقة يجب أن تكون يعني
يعني يكون هناك جائزة باستمرار مثلا؟ نعم. وتكون أعتقد أنه في جائزة باستمرار، أعتقد والله أعتقد، بس مش عن طريق الأمانة أو عن طريق الثقافة، يعني جائزة عرار أو كذا احتمال في وزارة الثقافة. نعم. وتسير سبل كمان يعني اسم لامع حقيقة، يعني كون حبيب كان مدير بيت الشعر في الأمانة. نعم. شيخ وطور يعني زي ما تقول بالأمانة، ربما أنه كرمت الأمانة أحد خلنا نقول موظفيها قبل أن يكون شاعر. نعم نعم. شايف حقيقة أنا يعني يعني مع أي تكريم. شان هي أمانة عمان التي اقترحت هذه الجائزة. نعم هذا عن طريق أمانة عمان، يعني ما لها دخل وزارة الثقافة أو أي دائرة ثقافية أخرى. فربما ربما يعني إنه أنا يعني خابره، أنا كنت عضو مجلس أمانة عمان 2007-2011. نعم. كان بيت حبيب الزودي كان مدير بيت الشعر. نعم جميل. هناك مكافآت مالية للفائزين مثلاً؟ طبعاً. نعم. الثلاث دواوين 1000 دينار. نعم. 1000 دينار لكل فائز. نعم. وثلاث القصائد. إذن الدواوين. نعم. الدواوين نعم ثلاث دواوين. طب ما في أول ثاني ثالث؟ طيب كيف يعني خلص فازن ثلاث دوين؟ احنا طبعا عارفين من الاول والثاني والثالث، يعني يعني ثلاث شعراء يفوزون بنفس دينار بالمستوى نفسه. بالمستوى نفسه كم المكافاه الماليه؟ 1000 دينار لكل شاعر. لكل شاعر. زين بالنسبه للقصائد. نعم. الفائزه الثلاثه الاول 1000 والثاني 750 والثالث 500. نعم. وينطبق على النبطي كمان نفس. نعم. الشيء. بينما الوافد العربي 1000 دينار. نعم. لان قصيده واحده. نعم نعم هذا الجائزة. يعني الوافد مسموح يتقدم بقصيدة أم ديوان؟ لا قصيدة. قصيدة فقط. قصيدة. نعم. وتفوز قصيدة طبعا، ففاز قصيدة طبعا وافد عربي بألف دينار. طيب أليس هناك إجحاف أنه شخص مقدم ديوان يأخذ ألف دينار وشخص مقدم قصيدة فقط يأخذ ألف دينار؟ والله هذا اللجنة يعني يعني هذا خلنا أقول لك يعني الرؤية. نعم. اللي وضعتها أمانة عمان. نعم. حتى مع اللجان السابقة إنه خلاص إحنا بنشوف مثلاً بدنا واحد مثلاً يقدم قصيدة واحد. نعم. بعدين تعرف اللي تفوز لن تفوز ثاني مرة. طيب القصيدة لا تشترط، لا يشترط نوع الشعر فيها؟ لا يشترط فصيحة. لا أعرف فصيحة. بس قصدي كان. لا يشترط. يعني. نعم. شو مجال غزل وطني. كده. وتكون عمودية أم تفعيلة أم؟ لا حتى قصيدة تفعيلة يعني أجزناها. نعم. بس أنا قصيدة النثر ما أجزتها. بالنسبة لي يعني. نعم. القصيدة قصيدتين استثنيتين أنا ما قيمتن لأنه ما. نعم. يعني ما يعني حتى يعني أنا أحترم اللجنة واللجنة احترمت القرار حتى. يشترط أن تكون القصيدة غير منشورة مثلاً ليس. لا لا ما تكون فازت، مش شرط انه ما تكون فازت، ما تكون فازت بجائزة. نعم. اما لا تنشر عادي. نعم. تكون منشورة. نعم. اليوم تنشر بوسائل التواصل الاجتماعي او اي شيء اخر يعني. نعم نعم نعم. جميل. حضرتك عملت فترة طويلة معلما للغة العربية في المدارس الأردنية، ومعروف ان اكثر المعلمين تأثيرا في التلاميذ هو معلم اللغة العربية ومعلم التاريخ، ولطالما اوقدوا فيهم شعلة الوعي والهمة لتغيير الواقع المرير. كيف تعاملت مع تلاميذك؟ يا سيدي والله صحيح درست اللغة العربية ودرست الرياضيات. نعم. أنا أصلا أحمل دبلوم هندسة مدنية. وتعرف يعني كان المعلم في الثمانينات من القرن الماضي كان المعلم، خلني أقول كان المعلم معلما. بكل ما تحمل الكلمة. نعم. من معنى، بمعنى أنه كان إذا أجبر أن يعطي مادة أخرى يعطي ويبدع في ذلك. فكم من معلم إنجليزي درس رياضيات، وكم من معلم جغرافيا درس إنجليزي، وهذا حكينا عصرته بالمدارس. حقيقة أنت يعني أثرت في الشجون، وحقيقة يعني من طلابي ما شاء الله يعني في منهم أعلى المستويات، منهم صار نواب. شايف، ومنهم صار يعني عمدة بالجيش ما شاء الله، وصلوا رتب كذا كذا. صدقني في الفترة اللي درسوا فيها وهي فترة بسيطة، لأني بضيت جزء كنت مساعد مدير ومدير الفترة الأطول جزء 54 درست، إنه ما زال يحدثونني. شايف عن تلك الفترة إنه والله يا أستاذ محمد لولاك إني ما عرفت الإملاء، والله لولاك ما عرفت أعرب كذا، والله لولاك ما عرفتك، والله لحد واحد والله إني فهمت العروض ومعطتني إياه بحصة المهني والله ما زال. فحقيقة يعني لحد الآن شايف. نعم. طلابي حقيقي يعني في أم المساتين كل أكثر تدريس من المساتين شايف يعني قضيت فيها من 2000 ومن 85 2008 حقيقة يعني أجمل الفترات. نعم. وهي طبعا يعني شايف ملتصقة يعني بقلبي ووجداني حقيقة، وهم أبنائي حقيقة يعني أمامهم يعني أمامي وجوههم شايف، وهم صغار وهم كبار يعني لحد الآن أشوفهم شايف وأفتخر بهم. جميل جميل حقيقة جميل حقيقة جميل حقيقة. نعم. شكرا لك الشاعر الأردني محمد عبد الرزاق السواعير على هذا الحوار الممتع. شكرا لك، وأتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق والتميز أيضا، ويعني أتمنى أن نسمع أنك أصدرت كل هذا الكم الموجود لديك في الخزائن من القصائد أن تخرج كدواوين إلى المشهد الثقافي. شكرا لك. بارك الله فيك أستاذ محمد نصيف. حقيقة أنا يعني عاجز عن الشكر، وشكري لهذه القناة المحترمة
وحقيقة يعني والشكر كمان لك بشكل خاص. شكرا لك على سعة صدرك وعلى تواصلك وعلى وعلى ابتسامتك اللطيفة حقيقة. الله يحفظك. شكرا. أنا أعرض من الشكر وإن شاء الله نلتقي في أيام قادمة إن شاء الله ونكون قد أصدرنا عدة دواوين. يا الله كل الشكر. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم. We'll be right back.